الحمد لله رب العالمين الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على الرسول الكريم الذي أجاز في شريعته العمل بالمفيد. معالي مدير جامعة حائل الأستاذ الدكتور خليل بن إبراهيم الإبراهيم حفظه الله، سعادة وكلاء الجامعة، سعادة عمداء الكليات والعمادات المساندة، سعادة مدير عام تطوير الأعمال في شركة الاتصالات السعودية الأستاذ سعود الشريهي، سعادة وكلاء العمادات والوكيلات، سعادة رؤساء ومدراء الإدارات في جامعة حائل، أيها الحاضرون والحاضرات، حفلنا الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا كان فضل العقل فكر منظم فتطبيقه لتجارب العلم ألزم، تحية تقدير وفخر لتدشين له كل تقدير وشأن معظم. معالي مدير الجامعة، أيها الحضور الكريم، خير بداية لتدشين حفلنا هذا آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم القاري أبو بكر هاشم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا، حدائق وأعنابا، وكواعب أترابا، وكأسا دهاقا، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، جزاء من ربك عطاء حسابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن، لا يملكون منه خطابا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا، صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك اليوم الحق، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا، يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. معالي مدير جامعة حائل، أيها الحضور الكريم، إن الانخراط في مجتمع المعلومات والعالم الرقمي يمثل اليوم توجهاً جوهرياً ضمن خيارات جامعة حائل، ومن منطلق الإيمان بأن التحول الرقمي له أبعاد إدارية وكذا شريك في ثقافة العمل والإنجاز، اتجهت جهود عمادة تقنية المعلومات والتعليم الإلكتروني وبمتابعة شخصية من لدن معالي مدير الجامعة إلى تغطية الحرم الجامعي بالشبكة اللاسلكية، مما يصل إلى 1138 نقطة أنترنت لجميع مرافق الجامعة. نستأذنكم معالي مدير الجامعة لتقديم عرض مرئي يتحدث حول ذلك. في ظل التوجه نحو الحكومة الإلكترونية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أتت رؤية إدارة جامعة حائل بالسير نحو حكومة العمل في جامعة حائل والتحول نحو حرم رقمي. كان ذلك في عام 2012، ومنذ تلك الوهلة قامت عمادة تقنية المعلومات والتعليم الإلكتروني بوضع الخطة الاستراتيجية نحو التحول إلى التعاملات الإلكترونية،
وبدعم وتوجيه من معالي مدير جامعة حائل الأستاذ الدكتور خليل إبراهيم. هذه المنظومة ليست لي ولكم، هي لمستقبل هذه الجامعة، وتفعيل هذه الخدمات ليست خيارا شخصيا لي ولكم، بل هي خيار المستقبل. لذا فقد بدأت العمادة بتطوير النظام المالي والإداري، والذي يعتبر العصب الرئيسي لتعاملات الجامعة الإدارية والمالية، والذي يمكن الإدارات المختلفة من شؤون الموظفين والأساتذة والرواتب والمشتريات والعقود والمالية والميزانية والرقابة المالية والمستودعات من إكمال جميع المهام الإدارية والمالية بكل كفاءة، وسعيا لتقديم أفضل الخدمات الإلكترونية. موقع الجامعة، والذي يحوي العديد من الصفحات الداخلية لكافة الإدارات والوكالات والعمادات والكليات تحت سقف واحد وبلغتين العربية والإنجليزية، يمثل البوابة الرئيسية للجامعة. الاتصالات الإدارية إلى التحول نحو التعاملات الإلكترونية. قامت العمادة بتطوير وإنشاء نظام المراسلات الإلكترونية، والذي سهل عملية التواصل بين كافة الإدارات، كما تم تطوير النظام بالنسخة الحديثة ليصبح داعماً لكتابة الخطابات وإضافة التوقيع إلكترونياً وبرقم سري. الدورات التدريبية والتدريب، فقد طورت العمادة وبالتعاون مع مادة الجودة والتطوير على تطوير نظام متكامل لإدارة الدورات التدريبية، بدءا من إضافة الدورات إلكترونيا والإعلان عنها والتسجيل وتقديم الدورة والحضور وتقييم الدورة والمدرب، وحتى استلام الشهادة وتعريفها برمز للتحقق من أي جهة داخلية وخارجية. بدلات أعضاء هيئة التدريس، والذي يمكنهم من التقديم على جميع البدلات من شاشة واحدة وعبر الجوال، حيث تم ربط جميع البدلات بالأنظمة ذات العلاقة للتحقق من استيفاء الشروط والمتطلبات قبل إرسالها إلى اللجنة المختصة. نظام اللجان، والذي يتيح اجتماعات اللجنة إلكترونياً واتخاذ القرارات المناسبة وإصدار المحضر النهائي دون أي تدخل يدوي. خدمة مواقع أعضاء هيئة التدريس، تتيح للعضو تجهيز موقعه الشخصي بكل يسر وسهولة من خلال نموذج تفاعلي، ليتمكن عضو هيئة التدريس من نشر كافة بياناته على صفحته الشخصية. ترقية نظام البانر الأكاديمي، والذي يتيح لطلبة الجامعة إجراء العديد من العمليات الأكاديمية دون الحاجة لمراجعة مكتب التسجيل، وهذه الخدمات تشمل وليس حصراً التسجيل، الحذف، الإضافة، الانسحاب، التأجيل، مطابقة الخطة الدراسية وغيرها من الخدمات الإلكترونية. توقيع اتفاقية الارتباط للانضمام لقناة التكامل الحكومية وقناة يسر للشبكة الآمنة كمستفيد ومزود الخدمات، والتي تعتبر منصة مركزية تحتوي على أنظمة وسيطة من الأجهزة والبرامج للتكامل والترابط بين الجهات الحكومية فيما يتعلق بالبيانات والمعلومات والخدمات اللازمة، وإتاحتها لجميع الجهات الحكومية المستفيدة لتقديم خدماتها إلكترونياً بشكل دقيق وسريع وآمن. وفي هذا السياق، استطاعت الجامعة الانتهاء من توفير خدمة سجل خريج، وكذلك خدمة قيد الطالب، وإتاحتها للجهات الأخرى عبر قناة التكامل الحكومية، والجاري العمل لانتهاء من الربط في خدمة المراسلات الحكومية على مستوى المملكة. احتياجات الطلاب والطالبات بالجامعة، فقد عملت العمادة على التعاون مع مادة شؤون الطلاب على إتمام وتحويل جميع خدمات شؤون الطلاب وبشكل إلكتروني، شاملة لشهادة التعريف، الحصول على نموذج التقرير الطبي، التقديم على البطاقة الجامعية. تصميم وتطوير نظام الإرشاد الإلكتروني، والذي يعتبر بوابة مهمة لإرشاد الطلاب والطالبات وبشكل آلي وخصوصية عالية، حيث يدير هذا النظام فريق متخصص من عمادة شؤون الطلاب وبالتعاون مع الأقسام الأكاديمية ذات العلاقة. استحداث حزمة من التعاملات الإلكترونية الأكاديمية عبر نظام البانر الأكاديمي، شاملة للإطلاع على المقررات التي يقوم بتدريسها، طباعة كشف أسماء الطلاب، تحضير الطلاب بشكل آلي، رصد العلامات الفصلية والنهائية وغيرها من الخدمات التي يحتاجونها أعضاء هيئة التدريس أكاديمياً. نظام الرسائل، حيث عملت العمادة مع العمادات والإدارات المعنية في عمادة القبول والتسجيل، وكذلك عمادة شؤون الأساتذة والموظفين، بتفعيل نظام الرسائل التفاعلية والبلاغات،
حيث تتيح للطلبة التفاعل مع نظام البانر وعمل العديد من العمليات الأكاديمية من خلال إرسال الرمز الخاص بالخدمة، كالحصول على حالة الطالب شاملا كافة البيانات وحالة التسجيل والمعدل والجداول وغيرها. وعلى صعيدي الأساتذة والموظفين تتيح الرسائل التفاعلية معرفة المسير للراتب وكذلك الحصول على كافة البيانات الوظيفية والشخصية فقط من خلال إرسال رمز موحد. البلاك بورد، سارعت الجامعة ممثلة بعمادة تقنية المعلومات والتعليم الإلكتروني كأول جامعة تلتحق بالمشروع الوطني لنظم إدارة التعلم الإلكتروني البلاك بورد، والمدعوم من قبل وزارتي التعليم والمالية وبإشراف من الجامعة السعودية الإلكترونية، لتتمكن العمادة من الحصول على رخص النظام لأعضاء هيئة التدريس والطلاب والعمل على تفعيلها وربطها مع الأنظمة ذات العلاقة كنظام القبول والتسجيل، حيث يتيح هذا النظام لأعضاء هيئة التدريس من إنشاء ملف المقررات والمحاضرات والفصول الافتراضية والاستبيانات الإلكترونية والاختبارات الآلية، وكذلك ربط التواصل مع الطلاب والطالبات وبشكل آني حتى من خلال تطبيق الجوال الخاص بإدارة التعلم. وقد قامت العمادة بتوفير التدريب المستمر لجميع كليات الجامعة بتدريب منسقين ومنسقات لكل الكليات، كذلك تقديم الدورات التدريبية المتواصلة من خلال عمادة الجودة والتطوير. كما وفرت العمادة حقائب تدريبية ودليلي استخدام شامل لنظام إدارة التعلم باللغتين العربية والإنجليزية، وكذلك دليل خاص بالطلبة. وفي السياق نفسه ولتوفير متطلبات نظام إدارة التعلم، فقد قامت العمادة وبدعم من معالي مدير الجامعة بتوفير جهاز محمول على مواصفات عالية لجميع أعضاء هيئة التدريس. عملت عمادة تقنية المعلومات والتعليم الإلكتروني على توفير قنوات عدة من أجل عقد المحاضرات والندوات وكذلك الاستديوهات التعليمية، حيث تم تزويد جميع الكليات باستديوهات تعليمية من خلال أحدث التقنيات العالمية في مجال الفيديو كونفرنس لبث المحاضرات إلى مجمع الطالبات الرئيسي وكذلك فروع الجامعة، والتي تتراوح من 45 كيلومتر إلى 250 كيلومتر وبجودة عالية، حيث يتم بث أكثر من 90 ساعة من المحاضرات أسبوعياً. وفي نفس السياق فقد عملت العمادة على تجهيز جميع الإدارات والوكالات والعمادات والكليات بتقنيات رائدة بقاعات الاجتماعات لعقد الاجتماعات الداخلية والخارجية وإجراء المقابلات ومناقشة المشاريع والرسائل العلمية. النظام الإلكتروني لحجز المناسبات والفعاليات على مستوى الجامعة ليتمكن الفريق المختص من عمل التغطية اللازمة وبث المناسبات وتسجيلها وبكفاءة، حيث بلغ عدد المناسبات التي تم تغطيتها قرابة 427 مناسبة. الاحتياجات التقنية والتجهيزات وإنشاء المعامل وتهيئة المباني بالبنية التحتية، فقد عملت العمادة على تجهيز 7 فروع للجامعة شاملة لكافة التجهيزات التقنية والمعامل والإنترنت. كما عملت العمادة على جلب أفضل التقنيات لإجراء عملية الربط التكاملي وإيصال شبكة الإنترنت إلى جميع الفروع من خلال الأقمار الصناعية، حيث أصبحت الفروع وكأنها في الحرم الرئيسي لاستفادتها من جميع الخدمات المقدمة ودون أي عناء. كما تعمل العمادة وبشكل مستمر على تجهيز العديد من المعامل والمكتبات الإلكترونية، حيث بلغ عدد المعامل التي تم تجهيزها 154 معملة بكافة تجهيزاتها. كما تم تركيب أكثر من 2760 نقطة إنترنت. نظام الاحتياجات التقنية، والذي يمكن جميع منسوبي الجامعة من الاطلاع على العهد المسجلة لهم بالنظام والتأكد منها. كما يتيح النظام طلب التقديم إلكترونيا لطلب الأجهزة وبشكل سريع دون الحاجة إلى المراسلات، حيث يمر الطلب بخطوات تدقيق آلية حتى يتم الصرف والتوصيل إلى المستخدم النهائي وبطريقة احترافية يضمن حق المستخدم ويضبط عملية تسجيل العهد في نظام إدارة المخزون. كما يوفر النظام خاصية للقيادات الأكاديمية والإدارية من إمكانية طلب احتياجات الإدارات الخاصة بهم دون أي مراسلات حتى يتم إيصالها بشكل مهني، حيث يتم تقييدها على المستخدم النهائي وليس رئيس الجهة الطالبة. هذا النظام أبرز عملية الصرف والاحتياج بشكل مميز دون الحاجة لتكرار الطلبات. تصميم وتطوير نظام إدارة طلبات الصيانة، ليصبح النظام الأساسي للبلاغات وطلبات الصيانة وربطه في كافة المشرفين ومدراء الصيانة، كما يسهل للمستخدمين سهولة البلاغات ومتابعتها. وأيضا أتاح لإدارة الجامعة الحصول على تقارير دورية وإحصاءات عن مدى إنجاز الأعمال وجودتها، حيث تم خلال عام 2015 فتح أكثر من 6178 بلاغ في مجمع كليات البنات، وتم إنجاز 5600
واثنين، كما تم فتح عدد 897 بلاغ في مجمع الطلاب وتم إنجاز 718 منها. لم تقف عمادة تقنية المعلومات عند هذا الحد، بل توسعت شراكتها إلى وكالة الجامعة للدراسات العليا. لذا وبالتعاون مع الوكالة استطاعت العمادة العمل على تصميم وتطوير عدد من المشاريع كالتالي: مشروع ابتعاث منسوبي الجامعة، مشروع ترقية عضو هيئة التدريس، مشروع التقديم على المؤتمرات، مشروع التقديم على الدورات التدريبية الخارجية، مشروع تعيين عضو هيئة التدريس من منسوبي الجامعة، مشروع تعيين معيد على رتبة محاضر، تصميم وتطوير جميع الأنظمة الخاصة ببدلات الموظفين، تطوير نظام تواصل وربطه مع مركز المعلومات الوطني للتحقق من هوية المتقدمين واستقبال كافة طلباتهم ومرفقاتها مربوطة مباشرة مع نظام المراسلات الإلكترونية في الجامعة لكافة المسؤولين، كما يتيح النظام خاصية تتبع المعاملة من داخل وخارج الجامعة، تطوير نظام خاص للتقديم على الوظائف الإدارية يشتمل على آلية واضحة جدا للفرز والتدقيق، وكذلك إظهار التقارير والأسماء المرشحة بعد استكمال كافة الإجراءات المطلوبة وبشكل آلي، يضمن حق طالبي الوظائف ويسهل عملية التقديم ومتابعة الطلب، ذلك من خلال استلام رسائل نصية توضح حالة الطلب في كل المراحل. ومن أجل خدمة منسوبي الجامعة باستعادة كلمة السر أو تغييرها، فقد عملت العمادة على تطوير آلية تمكن المستخدم من إجراء كل هذه العمليات من خلال استلام رمز تفعيلي على الجوال من أجل التحقق من هوية المستخدم، ومن ثم استكمال تغيير كلمة المرور أو استعادتها. التجهيزات: فقد قامت العمادة بتقديم خدمة جديدة لتجهيز المعامل والمكتبات الإلكترونية دون الحاجة لشراء أجهزة مكتبية جديدة، وكذلك دون الضرورة لتوريد برامج معينة، وذلك من خلال ربط جميع الأجهزة بمركز المعلومات، وهو ما يسمى بالأجهزة الافتراضية، حيث يتم صيانة هذه الأجهزة بشكل مركزي في مركز المعلومات دون الحاجة لزيارة هذه المعامل، مع إمكانية تحديث هذه الأجهزة بآخر الأنظمة دون الضرورة لاستبدال الجهاز المكتبي، وهي ما تسمى VDI الأجهزة الافتراضية، حيث سوف توفر هذه التقنية 3000 جهاز يمكن الاستفادة منها على مستوى الجامعة. توحيد الدخول لكافة الخدمات: وحيث أن ما تم ذكره آنفا يمثل عدد كبير من الخدمات الإلكترونية، ولتيسير عملية دخول المستخدمين لهذه الأنظمة، فقد قامت العمادة بتوحيد الدخول لكافة الخدمات من خلال تقنية الدخول الموحدة كبوابة واحدة لجميع الأنظمة والخدمات الإلكترونية. البنية التحتية ومركز المعلومات: وحيث أن كل هذه الأنظمة والخدمات تتطلب وجود بنية تحتية ومركز معلومات قادر على تحمل هذا العدد الكم من الخدمات والأنظمة الإلكترونية على مدار الساعة، لذا فقد عملت الجامعة ممثلة بعمادة تقنية المعلومات والتعليم الإلكتروني بإنشاء مركز المعلومات الرئيسي بالمدينة الجامعية، وتجهيزه بأحدث التقنيات الرائدة في العالم والداعمة للحوسبة السحابية والتحول نحو العالم الافتراضي، حيث يحوي المركز أكثر من 250 خادما افتراضيا ونسبة توفر عالية على مدار الساعة.
وأخيرا ومن أجل خلق بيئة وحرم رقمي داعم لكل هذه الأنظمة والخدمات وتوفير بيئة تعليمية رقمية تفاعلية، فقد سارعت العمادة بتأسيس الحرم الذكي والذي يحوي أكثر من 1000 نقطة إنترنت لاسلكي، وكذلك أكثر من 1000 كاميرا تفاعلية رقمية داخلية وخارجية تتيح لجميع منسوبي الجامعة الدخول إلى الإنترنت والاستفادة من جميع الخدمات في أي مكان وزمان. هذه المسيرة والإنجازات حظيت بحضور لافت في المحافل الإقليمية والعالمية، حيث حصدت الجامعة العديد من الجوائز. جائزة الشرق الأوسط كأفضل مبادرة إلكترونية لعام 2012، جائزة ليزر فيش العالمية كأفضل نظام في المراسلات الإلكترونية في قطاع التعليم، جائزة الشرق الأوسط كأفضل مبادرة في الحوسبة السحابية لعام 2015، جائزة معرض جاتكس العالمية للاتصال كأفضل مشروع في الحوسبة السحابية لعام 2015، شهادة الآيزو في أمن المعلومات والسياسات والإجراءات، جائزة GOV كأفضل قسم تقنية معلومات في المملكة. معالي مدير الجامعة، أيها الحضور الكريم، بالأمس كانت عمادة الحاسب الآلي وتقنية المعلومات والتعليم الإلكتروني توقع شراكات مع عدد من الشركات ذات المكانة الحاسوبية. بالأمس حصلت جامعة حائل ممثلة بعمادة الحاسب الآلي وتقنية المعلومات والتعليم الإلكتروني على العديد من الجوائز المحلية والعالمية، واليوم تطلق عمادة تقنية المعلومات والحاسب الآلي والتعليم الإلكتروني برعاية كريمة من معالي مدير الجامعة التحول الرقمي في الجامعة. من إنجاز لإنجاز، المنجز للجامعة ومنسوبيها، والمنجز عمادة الحاسب وتقنية المعلومات والتعليم الإلكتروني. كلمة سعادة عميد الحاسب الآلي وتقنية المعلومات والتعليم الإلكتروني الدكتور ماجد الحيسوني، فليتفضل مشكوراً. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور خليل بن إبراهيم إبراهيم، أصحاب السعادة، وكلاء وعمداء الجامعة، سعادة مدير تطوير الأعمال بشركة الاتصالات الأستاذ سعود الشريهي، سعادة المشرفة العامة على أقسام الطالبات في الجامعة، أصحاب السعادة، الزملاء والزميلات، أعضاء هيئة التدريس والموظفين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية اسمحوا لي يا صاحب المعالي والضيوف الكرام والحضور الكريم بالترحيب بكم نيابة باسمي ونيابة عن منسوبي عمادة تقنية المعلومات والتعليم الإلكتروني في هذا اليوم المبارك، ونحن نحتفل سويا برعايتكم يا صاحب المعالي والحضور الكريم بتدشين المرحلة الخامسة من خطة التحول إلى التحول الرقمي. وهذه المرحلة مرت بمراحل كبيرة، قبل عامين احتفلنا سويا وبالتحديد في نهاية شهر ديسمبر 2014 بتدشين المرحلة الرابعة، والتي حوت العديد من الخدمات الإلكترونية والتحول الإلكتروني في الجامعة. ومن ذلك التاريخ وحتى هذه اللحظة امتدت شراكات عمادة تقنية المعلومات والتعليم الإلكتروني إلى جميع الوكالات والعمادات والكليات والإدارات في الجامعة لبناء شراكات استراتيجية وتقديم أفضل الخدمات الإلكترونية التي يحتاجها البزنس أونرز أصحاب العمل في وكالة الجامعة والعمادات والكليات. وتم حصر جميع الخدمات التي هي بحاجة إلى عملية ديناميكية وأتمتة لكافة الإجراءات. ونحن في هذا اليوم حقيقة سعيدين جداً
بمخرجات هذه الشراكات التي عملنا عليها في الفترة السابقة في عمادة تقنية المعلومات والتعليم الإلكتروني مع جميع منسوبي الجامعة، والتي لمسنا ثمارها ليس الآن فقط، وإنما خلال عملية هندسة الإجراءات وبناء سير العمل وسلسلة الموافقات والتعاون التام الذي لمسناه من جميع منسوبي الجامعة على كافة الإدارات. هذه الخدمات التي تم ذكرها في هذا العرض المرئي قبل قليل هي جهد قرابة 24 شهرا مرت في كل سلسلة تطوير الخدمات، ابتداء من جمع البيانات وهندسة الإجراءات وبناء سير العمل وعقد العديد من الاجتماعات مع المستفيدين من هذه الخدمات، كما تم توزيع استبانات على منسوبي الجامعة لمعرفة ولمس الاحتياج الفعلي لأعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلاب. إذا كان من كلمة فهي بداية شكر وتقدير لكم معالي مدير الجامعة على دعمكم لجميع مناشط العمادة وجميع ما تولونه من اهتمام لنا في المرحلة الماضية خلال 5 مراحل. المرحلة 5 لا شك أنها جمعت كل ثمار المراحل الماضية، لم تكن فقط اليوم خدمات إلكترونية جديدة، بل بالإضافة إلى الخدمات الإلكترونية الجديدة فهنالك خدمات كثيرة تم تطويرها وتم ترقيتها بناء على ما يصلنا من الفيدباك من منسوبي الجامعة ومن المستفيد والمستخدم النهائي. الشكر حقيقة باسمي ونيابة عن جميع منسوبي العمادة لزملائنا على مستوى الوكالات والإدارات والكليات والعمادات على دعمهم لنا، على تعاونهم معنا في الفترة الماضية للوصول إلى هذه المنتجات النهائية. الشكر موصول لزملائي في عمادة تقنية المعلومات على جهودهم المستمرة للنهوض بالجامعة نحو حرم رقمي، والشكر موصول لكم حضورنا الكريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور خليل بن إبراهيم الإبراهيم، سعادة وكلاء الجامعة، سعادة عمداء الكليات والعمادات المساندة، أيها الحضور الكريم، نسعد جميعا وإياكم الآن بتدشين من معالي مدير الجامعة لهذا المنجز الرقمي، فليتفضل معاليه مشكورا غير مأمور. نبارك لهذه الجامعة لمنسوبيها وبصرحها العلمي هذا الإنجاز الذي تحقق برعاية كريمة من لدن معالي مدير الجامعة ومن عمادة كلية تقنية المعلومات والحاسب الآلي والتعليم الإلكتروني، وبجهود جبارة من العاملين في هذه العمادة. بعد أن استمتعنا بهذا التدشين الغالي على جميع منسوب الجامعة، لعل الجميع يحظى الآن وبكلمة أبوية كريمة من معالي مدير الجامعة، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أصحاب السعادة وكلاء الجامعة، أصحاب السعادة عمداء الكليات، المشرفة العامة على أقسام الطالبات، الزميلات وكيلات الكليات، رؤساء الأقسام، أعضاء التدريس، أبنائي موظفي الجامعة، سعادة الأستاذ سعود الشريهي مدير قطاع التطوير والتدريب في شركة الاتصالات السعودية وزملائه الكرام، أحييكم في هذا الصباح تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه لحظة من اللحظات التي ينتظرها مجتمع الجامعة، ولا شك أن تدشين المرحلة 5 من برنامج التحول للبيئة الرقمية في جامعة حائل كان هدفاً لنا جميعاً في إدارة الجامعة. هذا المشروع الذي امتد لأكثر من 5 أعوام، ها نحن نصل إلى مرحلة الوصول إلى تحول رقمي كامل في جامعة حائل، ليس فقط في مجال التعاملات الإلكترونية، بل في كل الخدمات التي يحتاجها مجتمع الجامعة.
ولعل الطالب حظي بنصيب وافر من هذه الخدمات الإلكترونية التي أغنته عن متابعة أموره في عمدات وكليات الجامعة المختلفة حتى يتفرغ للتحصيل ويستطيع أن ينجز كل التعاملات التي يحتاجها من خلال الأجهزة الذكية. البيئة الرقمية وهذه البنية التي عملنا عليها وبدعم كبير من مقام وزارة المالية، حيث استطعنا خلال السنوات الماضية من بناء مركز خدمات كامل، بل يعد المركز الأفضل على مستوى القطاعات الحكومية، وربما نكون نحن القطاع الثاني بعد وزارة الداخلية التي تحظى بتدشين بنيتها السحابية الخاصة بها. ولا شك أن هذه الخدمات التي توازي في قيمتها منشآت الجامعة الأخرى، فإذا كنا نهتم في بناء المنشآت المعمارية والكليات والمباني والبنية التحتية، فإن هذه البنية أكاد أجزم أنها تعادل ذلك الإنتاج. التحول سوف يكون كاملاً، ولن نسمح لبعض زملائنا أن يظلوا خلف الركب، بل سوف نتابع تطبيق هذا البرنامج بكل دقة حتى تنتظم عملية الإجراءات الرقمية بشكل كامل. البنية الرقمية ليست فقط وجود تقنية وخدمات، بل هي شفافية عالية في العمل، قدرة على إنتاجية متميزة، قدرة على متابعة الإنجاز بشكل فاعل. أنا أؤكد أننا في هذه اللحظة نستطيع أن نقيم كل موظف أو عضو التدريس في الجامعة من خلال أدائه وفقاً لمعطيات هذه البنية الرقمية. لم يعد تقييم الموظف صعباً، الإنتاجية هي معيار لنا، ونعمل سوياً على أن نعيد صياغة وتدريب من يحتاج إلى تدريب للوصول إلى العمل الكامل وفق هذه البنية الرقمية. لا شك أن وجود مثل هذه البنية سوف يسهم في تطوير أداء الجامعة، التطوير الأكاديمي، والمرحلة القادمة سوف يكون التركيز على الجانب الأكاديمي. سوف نعمل على تطوير أدوات العمل من خلال هذه البيئة الرقمية لخدمة القطاع الأكاديمي، وهذه سوف تنعكس إن شاء الله إيجاباً على أداء الأستاذ وعلى تلقي الطالب وعلى النتائج التي نتوخاها من مثل هذه الإجراءات الشفافة. لا شك أن هذا جهد كبير وإنجاز يحسب للجامعة أولاً ولعمادة تقنية المعلومات ثانياً، لكن هذا الجهد لم يأتي من فراغ، جاء بعمل رجال أمضوا ساعات طويلة خلال السنوات الماضية للوصول إلى هذه اللحظة. الوصول إلى القمة ليس هدفاً بذاته، لكن البقاء في القمة هو الهدف. هل نحن قادرون أن نستثمر هذه البنية؟ هل نحن قادرون على أن نطور أدائنا في الجانب الأكاديمي وفي الجانب الإجراءات العملية؟ أنا أعتقد هذا التحدي الأكبر أمامنا في هذه اللحظة، كيف نستطيع أن نطور الموارد البشرية في الجامعة؟ كيف نستطيع أن نجعل موظف الجامعة وأستاذ الجامعة يعملون وفق آلية واضحة وإنتاجية عالية؟ هذا ما تطمح إليه حكومة خادم الحرمين الشريفين عندما أطلقت مشروع الحكومة الإلكترونية. ولله الحمد نحن نسير في خط متصاعد، ونحن نطمح من خلال هذا الجهد الكبير أن تكون الجامعة
ضمن المؤسسات الحكومية الأعلى تقييماً في المرحلة القادمة. طموحنا المركز الأول يا دكتور ماجد، ونحن قادرون أن نصل إلى هذا المركز ليس من خلال فقط شعارات، بل من خلال أداء وعمل ونتائج نستطيع أن نقيسها على أرض الواقع. هذا الجهد لم يأتي من فراغ، جاء بشراكات، ولعل شراكتنا مع شركة الاتصالات السعودية إحدى الشراكات الفاعلة في هذا المجال، وأنا بدوري أثمن هذا التوجه من شركة الاتصالات السعودية، وأثمن حضور الأستاذ سعود وزملائه في هذه اللحظة، ونتطلع إلى أن نستثمر هذه الشراكة ونأخذها إلى بعد إن شاء الله يخدم الطرفين بحول الله تعالى. أشكر الجميع، وأشكر الزميل ماجد الحيسوني وزملائه وزميلاته في عمادة تقنية المعلومات على هذا الجهد. نحن في لحظة مهمة جداً، وفي لحظة تاريخية يجب أن يعيها منسوب الجامعة. هذه مرحلة مهمة جداً في تاريخ الجامعة، مرحلة يجب أن نجد صداها على مخرجات الجامعة، على أداء منسوب الجامعة، على خدمتنا للمجتمع المحلي والوطني. كل هذه أمور سوف تنعكس وتخدم من خلال هذه البيئة الفاعلة، البيئة التي وفرت لها الدولة كل الإمكانات المالية حتى نصل إلى هذه النقطة من النجاح. شكراً للجميع، شكراً لكل من ساهم في هذا الجهد، شكراً لكل من ساهم في استخدام هذه التقنية، شكراً لمن سوف يسهم في تطوير منظومة الصغيرة في كليته، في عمادته، في إدارته، وسوف نعمل سوياً وبدعم من عمادة تقنية المعلومات على دعم المبادرات الفردية، المبادرات الفردية التي تلبي احتياجات الوحدات الصغيرة. الوحدة الصغيرة هي أدرى باحتياجاتها وبالتطبيقات التي تحتاجها. نحن بدورنا نعمل على تحقيق أهدافهم إذا عملوا معنا، وإذا لم يعملوا سوف نعمل معهم. شكراً للجميع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكراً معالي مدير الجامعة على هذه الكلمات التوجيهية التي بإذن الله تعالى سوف تكون نبراساً يعمل عليها جميع منسوبي الجامعة. جامعة حائل معالي مدير الجامعة ولله الحمد حظيت بالعديد من المنجزات والإنجازات، فعلى سبيل المثال للحصر كلنا فرحنا في يوم الخميس الماضي عندما حققت جامعة حائل إنجازاً يعد الأول من نوعه على مستوى الجامعات السعودية، حيث حصلت الجامعة على جائزة منظمة مينا العالمية بتحقيقها المركز الأول كأفضل نظام داخلي للجودة موجه لخدمة العملاء في الشرق الأوسط وآسيا وشمال أفريقيا. وتسلم الجائزة كما يعلم معاليكم سعادة عميد وتسلم الجائزة سعادة عميد الجودة والتطوير الدكتور زيد بن مهلهل الشمري ضمن فعاليات الحفل الذي أقيم في برج العرب في دبي الخميس الماضي. فهذا الإنجاز لا شك أنه كان له مشعل حقيقي يضيء لنا الطريق، وهذا المشعل الذي يقوده معالي مدير الجامعة كلنا نعمل تحت ضوئه. وفي الختام لا يسعنا إلا أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير لمعاليكم على هذه الرعاية الكريمة لهذا التدشين، وإلى الحضور الكريم، وعلى أمل اللقاء في منجز آخر من منجزات جامعة حائل التي حظيت ولله الحمد برعاية كريمة من حكومة خادم الحرمين الشريفين كمثلها وغيرها من سائر الجامعات. وفي الختام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.